لو الحكاية فيها إن فيدي. نروح بعد كده لبرج التور. برج التور عندهم النهاردة الوضع الفلكي داعم جدا، عندهم القمر موجود في منزل العلاقات، وده بيخليهم قدوة وبيخلي الناس تتبعهم. إن شاء الله هيكونوا كمان عندهم بلاغة وعندهم قدرة على الإقناع هايلة، فلو عايزين يقنعوا حد هيكون النهاردة يوم كويس للتفاوض وللإقناع.